هذه الشيلة مهداه من عمه نايف عبد الله آل مخيلان. لكل جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات، شيلات الكرم، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم تربية نقل، مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-55-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 06-66-55-87-687. الرقم الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأكثر خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الكرم، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم تربية نقل، مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-96-55-55-87-687. ترقب الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الكرم، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم تربية نقل، مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 06-66-55-55-87. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع والإتقان في العمل والمواعيد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الكرم، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة، تخرج مدح، تراحيب تقاعد، تكريم ترقية نقل، مكتبة الكلمات العامة والخاصة، جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج، جوال 00-96-55-55-87. ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات، ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع وإتقان في العمل والمواعيد. لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات، شيلات الكرم، قصائد شعرية حسب الطلب، مواليد ملكة،